الله الرحمن الرحيم. ناصر محمد أحمد شحاتة، مركز منوف، محافظة المنوفية، قرية سدوم. احنا بتكلم النهاردة على الإنجازات اللي عملها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم ما مسك لغاية النهاردة. هو أول حاجة عايز أتكلم عليها، إن هو أهم حاجة عملها حقق الأمن والأمان في البلد، وده بالنسبة لنا الشيء الوحيد اللي كنت ممكن أبقى متخوف منه، إنه يبقى ما فيش أمن وأمان. الحمد لله من بعد الممسك الفترة الوحشة اللي احنا مرينا بها، مش عايز أذكرها هي إيه، ماشي الدنيا كلها عارفاها، إن الفترة دي كانت بصراحة وحشة، ولكن الحمد لله لما ربنا كرمنا بالسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول حاجة حققها الأمن والأمان. بدأنا بعد ما بقى فيه أمن وأمان بدأ يتحقق المشاريع اللي على مستوى القرى. مثلا احنا حاليا دلوقتي شغالين في حياة كريمة، بتعمل مستشفيات وبتعمل مدارس وبتبطن ترع للجماعة الفلاحين، وحاجة كمان الغاز بورا منها شغال جاي من المراكز داخل على القرى. حاجات بصراحة حاجات كويسة قوي ماشي. على مستوى المحافظات طبعا فيه كباري وفيه طرق وفيه حاجات. انا عن نفسي انا كنت بسافر العاشر من رمضان كنت باخد 4 ساعات، النهارده انا بطلع من على الاقليمي ساعه وربع بالظبط في مكان شغلي. ده وفر لي وقت، وفر لي مبالغ ماليه، وفر لي كل حاجه. انا الحمد لله بامانه الله بدون اي رياء لاي حد، انا مستريح للحكم اللي انا فيه ومستريح لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاسس ان انا في امان، ودي اهم حاجه. اما المصالح الشخصيه ديت البلد ده هو اللي بيحققها لنفسه. لو واحد حط في دماغه انه يبقى رئيس جمهوريه هيبقى رئيس جمهوريه، انما مش واحد يقعد في الشارع وينام على قهوه ولا يقعد في مكان ويفكر ان السيد الرئيس عايز ياكله في بقه بمعلقه، ده مش هيحصل. لازم السعي. وبالنسبه للحكومه، عشان خاطر ان انا اتكلم في موضوع ان انا عايز اشتغل حكومه وعايز، معلش احنا 130 مليون، معلش المصالح الحكومه اللي موجوده فيها ما بتشغلش 5 مليون، فلازم الكل يعمل مشاريع ويعمل مشاريع خاصه ويشتغل. اي حد عايز يشتغل هيشتغل، بس المهم ان هو يكون، عايز يشتغل فعلا، هيحقق لنفسه اللي هو عايزه تمام التمام. وشكرا يا ريس.